لله ما أعطى ولا ما أخذ. الله يرحمه في هذا النهار ويوسع عليه ويجعله من أهل الجنة إن شاء الله بإذن الله. اللهم أوسع مدخله، اللهم تبيته عند السؤال. كان رجل طيب، رجل من رجالة هذه البلاد، رجل مثقف، رجل اللي يعني ما كتسمعش منه كلمات العيب، رجل كان محبوب من الجميع. الله يرحمه ويوسع عليه. والدليل على هذا أنت كتشوف هذا الحشد اللي جمع باش يودعوه لآخر مرة. كان إنسان يعني الكل كيحبه، وما عمرك كتسمع منه كلمة العيب ولا تسمعه مقلق ولا مخاصم مع شي واحد ولا، يعني كان إنسان طيب الله يرحمه في هذا النهار. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا عزاء ونواحي لأسرة طارق البيضاوي، ورحم الله الفقيد، الفقيد لإنسان المثقف، إنسان الأديب، إنسان اللي حرز معه أول بطولة في تاريخ الرجاء البيضاوي، إنسان اللي كان عنده واحد نسبة مئوية باش حصلنا العصبة أول عصبة أبطال، استعلى الكرة البرتغالية وجاب أحد أهرامات المدربين هو كابريطا، إنسان اللي خرج الرجاء من هذيك الفرجة وهذاك إلى الألقاب. رحم الله الفقيد. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة.